الجمهورية مصر العربية. معالي السيد أحمد أبو زيد الأمين العام لجامعة الدول العربية. معالي الدكتور المهدي الأمين وكيل العمل والتأمين بدولة ليبيا رئيس المؤتمر. معالي المهندس محمد شجاع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجمهورية العراق رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية. سعادة السيد سيد علي المصيري المدير العام لمنظمة العمل العربية. أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وأعضاء الوزراء، أصحاب المعالي أو ضيوف الكرام وخبراء العرب، السادة رؤساء المنظمات العربية والدولية، السيدات والسادة الحضور الكرام، نرحبكم أيها الأحباب ونتخيل سماعنا المبارك هذا بتلاوة مباركة من آيات الكتاب الحكيم يطلق علينا الشيخ يوسف حلاوي.